اول مره تنادي عليك اللي كتنصب باش حسيتي ابراهيم ولا عائلتك ووالديك باش حسوا اوتوماتيك مويني مي تنادي عليك في ليكيب ناسيونال هذا فخر لاي لاعب الا وتتزغري وسير والله يسهل عليك واحد اوتوماتيك مو الحمد لله صافي صافي راه عرس عندك تباكين يعني الحمد لله بين دي اول مره وصلت القمه ديال الكره في بلاد يعني ليكيب ناسيونال ندعو عليك من 30 احسن لاعب مغربي انت معاهم يعني تدالك الحمد لله خدينا فرصه وبدينا تنتعرفوا الحمد لله هي فاش بديتي بشويه بديتي تاخذ الاكسبيريونس وبدينا ديك الساعه اللي بديتي ابراهيم النقاش بداتي تطبع التسميه بدات تتوهج الحمد لله هادشي اللي يتمنى اي لعاب الحمد لله بصح واخويا باركور كبير جات لعبتي مع مديح مديح والعامري تا هو العامري مديح مع ابراهيم اتابعني وسطي انت مع الاكتمام مع الماس ابراهيم هذيك الوقيته داير لي باغ وانا هي كنطلع كنكوفري راسي عرفتي شكون اللي لاعب حدايا هو ماشي هو البصري شوف غتهاون شويه يريبو لو كاين شوف كاين حمزه ما جاو ماشي عن قصد يعني جاو واعتذر وهذه قال لي اسمح لي ولكن ولكن هو بالخلعه تتبعني بالله كامل غرب والله ما قاصد بالله شوف ولكن وكاين صراحه راك لاعب ضد ديك الساعه رجاله تبان لك رجاله مسطجاتهم شلاغهم وديك الساعه باقيين صغار حنايا يعني باش تلعب ضد لعابه يعني كنتي تتمنى غير تكون وسط منهم راه شي حاجه يجيبوا لك الكوبات سيمانه وما تيسيريو فيهم وحدك باش كتلعبوا باش كتلعب انت ديك ديك الساعه ميكس 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 ديك الساعه ميكس نقول لك راه راسك يطير وكتقول عادي فهمتي لا شوف راه غير باش شوف ديالو تيحكم عليه يلعب شوف خويا نبيل غير في لونطريمون راه باش تفرض راسك باش تكون من ال 11 اللي غيبداو راه لونطريمون تلقاه اكثر من الماتش راه باش تشد بلاصتك في هذيك الوقيته مع دوك الدراري راه معاك قديوي معاك علاوي العلاوي داك سميتو وادوش وكيفاش كتكتب الاحترام في الفيستير راه مازال الدراري ممكن ملي تيكون شي شحال من شي لي زاكسيدو اللي تطراو في لونطريمون ولكن هما تيقولوا تا ما بقاش لعبوا هذاك ما كاينش ما عادش اش غادي في لونطريمون كتبدا عادي الخبز لا ورا باش تربح بلاصتك اخويا لا ديال بلاصتك راه خصك تقشفر في لونطريمون ولكن شوف ولكن اوتوماتيكوم تكون الدراري عندهم عند واخذين لا فورماسيون يقول لك النقاش بحال لونطريمون بحال الماتش يعني ما تديوش عليك تيلا ضربتي شي حاجه تيشوفك اش غايقول لك ممكن النقاش ماشي مشكل قايل المره يعني اوتوماتيك هذا الشيء تيسهل لك لان تيقول لك ما تلقاش انك لي زاكسيدو تيكونوا في لونطريمون مع الدراري عمرك تعقل شي نهار في لونطريمون دخلتي في شي واحد ديما داخلين الدراري صراحه ولكن كاين صراحه حتى واحد ممكن تكون شويه تقلقه من الدراري ولكن الحمد لله تنخرجوها من الدراري شي واحد شي نهار تخلق عليك ابراهيم ودوش خارج خارجين في لونطريمون وصراحه قلت زعما راه مع المدرب سيمادي الله يرحمه كان جالس في البونتوش قلت راه ما غادي يدير حتى شي تشريكسو الزقرع شي صافي مشير اللي قال لي انت واش تبقى تفرج صافي حضرت راسي وزدت في الله ما يمكنش دير شي رياكسيون مع قدام الانترينور ولكن صراحه دخلت الفيستير وجاو عنقني قال لي اسمح لي داكشي في الوداد كنت كتكيش شويه في الوداد ممكن تقريبا في العامين الاخرى ممكن هبط شويه الريتم في لونطريمون لان ما يمكنش انك تبليسي الدراري تيغتو ديك الوقت جات واحد الوقيته اللي كنا تلعبوا ماتشات قراب لا اربعه حد الجروب ما كانش ريش بزاف واحد الوقيته ما بقيتوش لاقي انت اتاكون باش نلعب يعني العظيم بالله يعني راه مرات راه مرات الاخر هادشي تدوي على مرات راه تسيحوس مرات نقول لك حاجه مرات راه في واحد درنا واحد ستاج صغير في جديده
والسي حسين الله يذكره بخير راه خرجني من لونطريمو قال لي شوف ما ترجع حتى يرجع اللعب معك هذاك اللي ضربت اللي ضربت ما ترجع حتى يرجع اللعب وانا واقف والله العظيم بالله الا واقف حداه تسواني وفيه واقف حداه صافي كتاش كمل السوا وداك الشيء ولا نعيط للسي حسين راه صافي قال لي صافي سير دير الثلج ولا سير دير المساج ولا سير دير الفارماسيان ولا لكن نجيبو معاك وصافي لكن صراحه الاحترام والتقدير للسي حسين صراحه تحيه للسي حسين عبوش 2009 اول لقب ليك اخويا ابراهيم كاس العرش مع العرش ودوش ويوسف كنظن كنتو خاسرين حتى الدقه 88 خاسرين حتى البلانتيات مع الفاتشين البلانتيات واحد البيت دائما كندويو عليه ديال ودوش اكسبلوا تقر عليه هذا من احسن داز تاريخ الكره المغربيه صح دازت نيت صراحه ودوش من يعني اللي تيقول لك زعما لا فورم ديالو لا راه ثقيله اكسبلوزيف وانت شوف والله العظيم زعما دير معاه دير مع لافيتاس والله لا شديتيه ولا شديتيه زعما ودا جو تيت ديالو صراحه شوف باش دي بيتر راه ماشي سهله سيتي يخدم وتي بروفيتي حتى في صحته لان صراحه كيف يستعملها تعرف كيفاش يستعملها يعني من الدراري اللي صراحه كان لي الشرف انني نلعب معاهم صراحه وفي هذا البيت هذا واخا هو معروف بلا فورس هذا في البيت هذا لاحظتي كان ديك الساعه كنظن حابس فهامي دار بون بروسا جا بروسا مزيان زيد شويه ويدير بروسا مازال ما نقص وين خبالي حتى الحطه ديال المناصفي وانت اللي عطيتيها للمناصفي عطيتها في الانترفال لا صافي باش انتوش صافي عطيتها لي في الانترفال اوتوماتيك صافي وقع هذيك الكره بحال هكا المناصفي لعب كبير صراحه والمناصفي ما شفناش من يعني قياسا بالموهبه ديالو ما شفنا والو لا صراحه هذه لعب كبير والله العظيم بالله الا كنت نتنبا انه يحكم في ليكيب ناسيونال صراحه لان داك عنده لاكوش ومشى معنا لاكوب ضرب تبارك الله كان عزيز على غيريتس بزاف كورتو كبيره ما تحيدهاش لي من رجليه راه باش نحيدها لي في لونطري رخصي ياكل العصا باش يحيدها لي من لونطري لا هو لا يسال قدي هذا راه خصك باش تحيدها لهم خصك تعطيهم خصك ضروري تطبعهم ادري الكويريه ما يمكنش لك كويريه صراحه كويريه ابراهيم شي واحد القيش اللي غيجي غيجي رشيد طاوسي كضل الاسباب ديال المغادره ديالك لليفر يا رشيد طاوسي شوف ما نلومش انا سي رشيد طاوسي يعني من حقه ان جل الجيش جاب عقليه ديالو جاب واحد لو سيستيم ممكن جمع لعابه ممكن انني ما داخلش ليه في 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 السيستيم ديالو ملي كان كيلعب في ميليو تيران كان كيلعب السعيدي لا السعيدي ديك الساعه ديك الساعه لقيت ديك السعيدي كان كيلعب جمال السعيدي جابو جمال وشاكير جاب جمال سي جمال كان كيلعب دومي سونتر صالح كان كيلعب دومي سونتر ولكن مره كان كيدخلوا ميليو تيران بارفو لا كان تيلعب هو شهري ولكن كيلعب برافو عليك حيت انا لعب ضدي واحد نهار تخاطرت انا وياه في تيران الرباط كان لاعب ستوبر كان داير لي الماتش كنا في سيليكسيونات خاطرت زعما قال لي مات ماركيش مع صلاح سعيد مع صلاح سعيد ماركي عليه جوج بريميرات كان تيلعب دومي سونتر كان تيلعب ديك الساعه هو ومرات هو الشهيري دومي سونتر بحال الا ما كانش ديك الساعه يا امزين يا حسن كان امزيل كان امزيل صافي ديك الساعه هي فاش جاب معاه لعابه كديك الساعه في الماس جاب معاه لعابه من جاب المراني ولكن بقى لي راه ما جات الاخر لا ذاك هو ذاك العام اللي جا حمال جا حمال وجا واحد اللعاب من قنيطره واحد المليو ديف واحد المليو كوش شتيته وسميته يعني المهم البوست عمر عندي وجيبوا معايا يعني خصو يلعبوا ما جيبوا معاه اوتوماتيك مو خصو يجيبوا وما غايجيوش معاه لعاب اللي ما يلعبوش يعني طلبت من مشيت عند السي رشيد صراحه مشيت عنده قلت له ودي واش هو خلاك في الجروب هو شوف خلاني في الجروب ولكن الامور اللي دارت معايا بحكم انني دوزت 3 سنين ويعني والعام الرابع
العام الرابع شكون اللي 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 بروبوزا عليا انني نزيد العام الرابع هو سي مديح الله يرحمه. الله يرحمه يعني ممكن قال لهم ما يمكنش تطلقوا النقاش اللي مازال محتاجه. وهذه زدت معاهم هذاك العام الرابع الوقت اللي ترى واحد المشكل في النتائج هي فاش جا السي رشيد صافي فاش جا وبحكم انني قديم في الفرقه وكابيتان وداكشي ممكن ما في لي ماتش ميكال ما تعتمدش عليا داكشي من حقه حتى لي بوست اللي تدخلني فيه ما ماشي في البوست ديالي. المهم بداو واحد الطريقه غير مباشره قال بداو واحد الاشارات ديال انني ما غاديش نعتمد عليك اوتوماتيكمون ما يمكنش ليا انني عاوتاني نتقبل انني غنبقى دائما جالس ولا شي حاجه.